فإن التقاطع بين تغير المناخ واللامساواة تمثل أزمة الإناث، وأزمتها تبين أن جل المتأثرين من تغير المناخ هم من النساء والفتيات في النيبال. من خلال العصير وخاصة الأصهار يولاندا، فإن اليو أن تي بي بينت بأن هناك الآلاف الذين ولدوا بدون قابلات أو بدون مساعدات طبية، والفقراء هم أكثر من يتضرر من بيننا، وهناك العديد منهم ممن يتخلف عن المدارس، ولكن 0.1% من الأموال التي تنفق على تغير المناخ تركز على المنظور الجنساني. وخلال زيارتي هنا في إسطنبول بالأمس لمأوي اللاجئين السوريين، وفي الأسبوع الماضي في الأردن، فقد رأيت بعيني الجرائم والضعف الذي يشوب الأزمات. زواج الأطفال، شهدت فتاة تبلغ 15 التي كانت حامل، وهناك شقتها التي ستزوج إلى مسن، وحمل المراهقات من أكبر العوامل التي تودي بحياة البنات، وهناك الإيجار بالبشر وغيره من الرزايا. وقد شهدت أيضا الخدمات الإنجابية والجنسية التي تحاول أن تتخطى اللامساواة بين الجنسين، وتسمح للمرأة أن تحتفظ بكرامتها ربما للمرة الأولى. وقبل عامين من إعصار هايين، وبعد أن وقعت جل بلدان العالم على اتفاق باريس والأهداف المائية المستدامة التي بينت الخطوات الحاسمة من أجل عالم أكثر عدلا وأمنا، ونقول عندما نسخر قدرات الفتيات والنساء فنحن نسخر قدرات هائلة، ولكن ما هي وما كنهها؟ فإن ذلك يشمل إيماننا وقدرتنا الروحية وقدرتنا على الحب وعلى الابتكار. نحن نقدم لكم والإنسانية كل ذلك. هل ستقبلون ذلك في نهاية المطاف؟ شكرا. السلام عليكم.
اسمحوا لي أن أتكلم باللغة العربية. إن جراح العالم تنزف بسبب النزاعات المسلحة الدائرة في بلدان كثيرة مثل بلدي سوريا، حيث نواجه خطر المتفجرات في كل مكان بسبب الألغام الأرضية والقذائف غير المنفجرة والقنابل العنقودية التي تسبب أضراراً جسيمة للمدنيين، أقلها بتر الأطراف وفقدان البصر، وفي كثير من الحالات تسبب الوفاة. المواطنون في بلدي يخافون من ممارسة حياتهم العادية، فلا يستطيع الأطفال الذهاب إلى المدارس، بل ويخاف المرضى من الذهاب إلى المشافي لتلقي العلاج. والأسوأ من ذلك أن هذه المخاطر تحول دون حتى دون وصول المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها. ولأن المواطن السوري يعاني من ضغوط نفسية رهيبة بسبب المخاطر التي تحدق به من كل مكان بسبب القصف الجوي والبري والبحري، قررت أن أجعل خبرتي في مجال إزالة الألغام في خدمة أهل بلدي. لقد شعرت أن واجبي أن أعمل ما بوسعي للحد من الخسائر المدنية في الأرواح بالطريقة الوحيدة التي أعرفها جيداً، فقمت بتشكيل فريق من المتطوعين لتوعية الأطفال في المدارس، حيث يشكل الأطفال 40% من إجمالي الإصابات بسبب هذه المخاطر حول العالم. فالأطفال يلتقطون أي جسم براق أثناء لعبهم في الشارع ظناً منهم أنه لعبة، لكن المعدن البراق في بلادي ليست بلعبة، إنه سلاح قاتل. وذات يوم وأثناء عملنا في إزالة الألغام باستخدام الوسائط البدائية المتاحة لدينا بدون أي وسائل وقاية، وكنا على وشك الانتهاء من عملنا لليوم، حدث ما كنا نخشاه وانفجر اللغم، وفقدت بسببه رجلي وأصبعيني من يدي، واضطررت لاستخدام كرسي متحرك في فترة علاجي لمدة 5 أشهر، والآن أستخدم طرفاً صناعياً يمكنني من الوقوف مرة أخرى، وأستمر في عملي واقفاً على قدمي وأن كلفني ذلك حياتي. أنا واحد أيها السيدات والسادة من آلاف أصيب في النزاعات المسلحة أثناء مساعدة الآخرين، وسيظل هدفي الذي أعيش من أجله هو إنقاذ حياة الأبرياء. سنستمر في عملنا بالوسائط البدائية المتاحة لدينا مهما كان الثمن، وأناشد كل من يمكنه المساعدة أن يدعم جهودنا للتخلص من مخاطر المتفجرات وإنقاذ أرواح الأبرياء. أشكركم على حسن استماعكم وعلى التزامكم بحماية الإنسانية، والسلام عليكم. War continues to rage in far too many countries. It is imperative not to forget the amount of unexploded ordnance, mines, and IEDs. أن العديد من المتفجرات والأبوات المتفجرة لا تزال تلحق الخطر بالعديد من المناكن الريفية، والنتائج البشرية واضحة للعيان. في كل عام 15 إلى 20 ألف
تزهق حياتهم وأرواحهم بسبب هذه العبوات غير المتفجرة، وبعضهم يفقد أطرافا ويصبح معوقا. وهذا يعني أن عملية إزالة الألغام بالغة الأهمية. العمل الذي يقوم به بن يقدم جهودا تتسم بالإثار كالعقيد أديب عتيق تجعلنا نأمل بأن المدن ستصبح مدنا أخرى والعالم سيصبح آمنا، وأن تفتتح أبواب المدارس والمستشفيات ووسائط النقل تعود إلى عملها على خير وجه، وأن يأتي مواليد جدد إلى هذا العالم ويرون النور، وأن تزال شظايا من أجساد الأطفال. لقد تأثرت بشكل كبير مما قاله سيد أديب عتيق، فهو بعد أن ضحى بطرف من أطرافه لم يتوانى ولم يفوت ذلك في عضه، ولكنه قد سخر جهوده من أجل عالم أكثر أمنا. هذه القمة تتعلق بالإمكانيات، الإمكانيات لكي نبدأ أكبر حركة إنسانية في تاريخنا.